دي اسمها فقرة الصراحة، هسألك أسئلة وتجاوبني عليها بكل صراحة. تمام. ومفيش تغيير سؤال. يا مسهل. بصراحة، حد عايز تقول له سامحني؟ حد عايز أقول له سامحني؟ احنا في رمضان و أنا الحمد لله يعني ببقى يعني أنا بحاول بقدر الإمكان أبقى متصالح مع نفسي. يعني ما بحبش أجي على حد وأسيبه وقت طويل من غير مصالحه. او ما اقول له انا اسف مثلا، لان انا بحب ان انا ابقى مثلا نايم وانا حاسس ان انا مرتاح. فطبعا لو زعلت حد بقول له ما تسامحني في وقتها، في وقتها ما بستناش انا. فلحد دلوقتي الحمد لله ما تمام كله زي الفل. طيب بصراحه، ايه السؤال لو سالته لك دلوقتي حالا مش هتجاوب عليه؟ مفيش يعني، اي حاجه تسالها لي هجاوب عليها. يا سلام، مفيش الحمد لله. حلوه التقنيه. مفيش. بصراحه، لو مدير الفني بتاعك قرر وجودك في الاحتياطي لمدة موسم كامل، هتوافق ولا لا؟ انا اولا ما عنديش مشكلة ان انا اقعد على الدكة، لان كل لعيب بيمر بمرحلة بيبقى فيها في التوب فورم، وفي مرحلة بيبقى مستواه قليل، فطبعا المدرب بيبقى عايز ياخد منك احسن حاجة. وانا طبعا الحمد لله ما حصلت ليش لحد دلوقتي في حياتي الحمد لله. بصراحة، حد كتب لك كومنت على السوشيال ميديا ما عجبكش، هتعمل ايه؟ هو طبعا ما بعملش حاجة، لان انا جالي فترة برضو، الفترة بتاعت ماتش الترجي ده بعد البطولة، بعد الاجواء اللي مرينا بيها والخسارة والكلام ده كله، طبعا الجمهور بيبقى زعلان وبيبقى متضايق وبيشتم وبتاعه، فبتسمع. هو عنده حق، هو عايز يفرح، فطول ما انت بتفرحه هو شايلك فوق دماغه، طول ما انت بتزعله اكيد هيتنرفز وهيتعصب زي ما بيحصل معنا دلوقتي. فالطبيعي بستحمل، ما بتكلمش، عمري ما رديت على حد مثلا شتمني او قال لي حاجه وحشه، مستحيل. مسالم انت قوي يا كابتن. مش هرد اقول له ايه، هو جمهور وعايز يبقى مبسوط وانا اللي ببسطه. فطبعا استحمله، ده شغلي. ودي الحاجه الوحيده اللي بتفرح الناس في مصر عموما يعني. فمش هرد طبعا. بصراحه، لو هتغير حاجه في شخصيتك، حاجه واحده، هتكون ايه؟ انا حابب شخصيتي كده، ان انا بحس ان انا الحمد لله يعني ما بسيقش لحد بسهوله. بحاول استحمل على قد ما اقدر اللي قدامي. ممكن حاجه واحده بس عندي، بتنرفز بسرعه، عصبي في اوقات. لما بحس انه الحاجه اللي قدامي غلط قوي، يعني لو غلط بسيط بحاول اصلحه، لو غلط قوي بتعصب. تعصب بتعمل ايه بقى؟ مش عارف، بيحصل حاجات كتير. مش ضامن نفسك. ما هو الطيب بيبقى كده يعني، الطيب او اللي هو اللي ما بيحبش يتكلم كتير او مش عصبي كتير، لما بيتعصب تبقى عنده مشكله، ما بيقدرش يسيطر على نفسه. ممكن تكسر حاجات قدامك وكده؟ لا، ما بتوصلش لكده، ما بتوصلش ان انا اكسر حاجه او كده، بس بتعصب بقى، ممكن امشي اخد نفسي واروح مكان بعيد لوحدي كده، لان انا لو قعدت ممكن يحصل مشكله اكبر من كده، فبحاول امشي. بصراحه، امتى اخر مره عيطت؟ السنة اللي قبل اللي فاتت. ليه؟ أصعب موسم مريت بيه في حياتي. أنا من النوع اللي بحب أهلي يبقوا مبسوطين جدا، وزوجتي وأولادي، لأن هما دايما شايفيني في أحسن حاجة، إن أنا بجيب أجوان وبعمل أجوان فزعلت قوي من نفسي، وحسيت إن أنا بعمل كل حاجة وفي حاجة غلط، بس الغلط إيه هو أنا مش عارفه. بس فدي المرة الوحيدة اللي يعني أنا بتكلم مع حد، يعني مع أخويا، حسيت إن في حاجة غلط فعيطت لوحدي كده. بس إن وزوجتي برضو.